هيتحبس 25 سنة وكمان اتعزل من وظيفته. ده مصير الضابط صاحب وقعة مدينتي اللي تسبب في إنهاء حياة الطبيبة الصيدلانية بسمة علي، وأصابها هي وولادها وجوزها. المتهم حاول إنه ينكر التهمة ويتهرب كتير، لكن في النهاية المحكمة أصدرت حكم بالحبس المؤبد. بس يا ترى إزاي الضابط حاول يفلت من التهم المنسوبة ليه؟ وليه المحكمة أجلت الحكم على القضية أسبوع كامل؟ وليه اتعزل من وظيفته؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. أخيراً تم الحكم على الضابط المتهم في واقعة مدينتي، الضابط اللي تسبب في إنهاء حياة الطبيبة الصيدلانية بسمة علي، الطبيبة اللي الكل شاف الفيديو بتاع الواقعة بتاعتها والكل زعل عليها وعلى اللي حصل فيها، وكان وقتها اسمها هو المسيطر على الترند ومطالبين بحقها. منصة ما تصدقش المتهمة بنشر الحقائق نشرت تفاصيل المحاكمة، ومنها إن الضابط زياد حسام الدين الضابط المتهم في القضية حاول بكل الطرق إنه يفلت من التهمة. بحسب ما ذكرت منصة ما تصدقش، إن المحكمة المختصة بمناقشة الواقعة دي استمعت لدفاع المتهم، يعني سمعوا المحامي بتاعه وده حقه، بس المحامي أنكر كل التهم الموجهة للضابط زياد حسام الدين، على الرغم من إن الضابط كان اعترف بنفسه في محضر الشرطة إنه عمل كده فعلاً، ووقتها كان قايل لهم على كل اللي عمله في الطبيبة وأسرتها عموماً. المحكمة مش بس سمعت لمحامي المتهم، دي كمان سمعت لشاهد كان حاضر وقت الواقعة وشافها بعينيه، استمعت لشخص اسمه بسام الفقي، وده صديق لأسرة الطبيبة الراحلة رحمة الله عليها. بسام كان موجود وقت الواقعة وشافها، وكان موجود هو ومراته وقتها في الزيارة لأسرة الدكتورة الراحلة. اللافت إن المحكمة كان المفترض إنها تصدر الحكم على الضابط يوم الخميس اللي فات، لكن شاءت الظروف إن تم مد أجل النطق بالحكم لليوم، يعني أسبوع كامل تم تأجيله للنطق في الحكم على الضابط المتهم في واقعة مدينتي، المتهم اللي كل مصر شافت اللي عمله في الطبيبة وأسرتها، وبالفعل اتحكم عليه بالمؤبد يعني 25 سنة حبس. طب أمال إيه حكاية عزله من وظيفته؟ وفقاً لقرار المحكمة فالحبس 25 سنة مش كل حاجة، لأنها كمان قررت عزله من وظيفته اللي هو ضابط كعقاب ليه على عدم التزامه بالبدلة العسكرية وضوابطها، يعني كده هو بيتعامل كمواطن عادي. طب المتهم هيعمل ايه؟ وفقاً للي قاله موقع النهار، فالحكم اللي صدر عن طريق المحكمة ده مش آخر حاجة، لأن المتهم من حقه إنه يقدم طعنه قدام محكمة الطعون العسكرية، وده طبعاً ممكن يعمله المتهم بعد 60 يوم بالظبط من وقت توقيعه على إعلام الحكم، يعني بعد 60 يوم بالظبط من بعد ما الضابط ده يمضي إنه خلاص عارف الحكم اللي صدر ضده. الله أعلم ممكن إيه اللي يحصل معاه، هل هيحصل تخفيض في الحكم ولا يفضل زي ما هو؟ وقتها هنعرف بالظبط إيه اللي هيحصل مع المتهم وإيه هيكون مصيره النهائي تماماً. وقتها برضو هنيجي نبلغكم باللي حصل معاه بالظبط. في النهاية ياريت ندعي للطبيبة الراحلة بالرحمة، وندعو لأسرتها بالصبر، وإن ربنا يقويهم على الظروف الصعبة اللي هم فيها، لأن أكيد هم في ظروف صعبة وسيئة جدا، بس يمكن خبر زي اللي سمعوه النهاردة يخفف عنهم شوية ويصبرهم على اللي هم فيه.